عبر ال بي سي اي ولا ال دي سي. برحب بكل المشاهدين من وين ما كنتوا عم بتشوفونا. تبدا حلقه جديده من تحلى الحياه، نترافق نحن وياكم لمده ساعه ونص من الوقت مع مواضيع بنتمنى انه تنال اعجابكم. هاي كارلا، كيف اليوم؟ الحمد لله كتر خير الله، كثير منيحه. مجرد هيك بس نفتح الاستوديو والجو العام وكريسماس سبيريت واللي بتكون كل شيء بيكون كثير منيح. الحمد لله كتر خير الله، هذا لازم دائما نتشكر ربنا على كل الامور يلي اعطينا اياها. وايضا مثل ما بدي رحب فيكي عفاف، بدي رحب ايضا بالمشاهدين وين ما كنتوا عم بتتابعونا. حلقه جدا مميزه لانه ضيفنا مبدع مميز، فنان كثير كبير. سوا بنرحب بالفنان جورج خباز. جورج خباز، اهلا وسهلا فيك بحلقتنا. اليوم اهلا فيك كارلا، ميرسي. بدايه بدنا نقول لك مبروك مسرحيتك الجديده مع الوقت يمكن، اللي بلشت عرضها بخمسه كانون الاول. هي اكيد من تاليفك اخراجك وبطولتك مثل ما الكل بيعرف وبيتابع. خبرنا شو بايجاز عن المسرحيه جورج. اول شيء المسرحيه رقم 12 لإلي انتاجا وكتابه واخراجا. المسرحية بتحكي عن الوقت وقد الزمن قادر يغربل كل شيء، قد قادر يبين الصحة من الغلط، وقد قادر يخلينا نفهم معاني كثير، قد يخلينا قادرين ننسى، بس طبعا بشكل كوميدي. بتحكي عن كاتب أفلام فاشل مش قادر يتجوز لأنه مش قادر يبيع ولا فيلم، ووعد حبيبته أنه بس يبيع أول فيلم رح يتجوزه، وما بيمشي الحال، بتتركه بيعمل ديبريسيون. فبيجوا رفقاته يعرفوه على بنات تانيين، فهو عم يتعرف على بنات من كافة إذا بدك الأنواع اللي موجودة بمجتمعاتنا اللبنانية خاصة والعربية بشكل عام. بنكتشف قصته الباك جراوند تبعه، ما رح أخبر أكثر من هيك لأنه كنا عم نحرق عناصر المفاجأة بالمسرحية. بس المسرحية كوميديا صارخة بنفس الوقت فيها طبعا مثل العادي فيها مغزى أو معنى إنساني، فيها هي ميوزيكال كمان، فيها كثير من الموسيقى، فيها كثير سينما السنة في شاشة على المسرح لأنه هو كاتب أفلام. وفي كمان أوماج لبعض الأفلام اللي أنا بطفولتي تأثرت فيها. خبرنا على الفيلم اللي رح نشوفها بقلب المسرحية، رح نشوف مشاهد عن أفلام قديمة أجنبية. قديه بتضيف هدول الأمور إن كان عم تحكي في فيجوالز، في ميوزيكلز، في هذا، يعني كتير صرت متأثر بالغرب أيضا كمان. لا أنا زمان متأثر بالغرب بس بدون ما أنسى الإيدنتيتي تبعي، يعني اللي هي شرقية، وبجرب اخلطهم اوقات. السنه موضوع قابل للخلط اكثر من غيره لانه عم نحكي عن السينما اللي ما بلشت عندنا، بلشت بالغرب. بس هلا الحلو بالشاشه انه ما في مشاهد من افلام، في اوماج يعني تكريم لافلام بيمرقوا سور سان، بيمرقوا على الخشبه. ما بدي كثير احكي عن العلاقه، مش حابب كثير احكي عن العلاقه بين الشاشه والخشبه لانه هي وحده من الحبكات اللي مش لازم تنكشف صراحه. أوكي. نترك للمشاهد انه يشوفها، بس هي عنصر اساسي بالمسرحيه. فانا كثير سعيد بهالموضوع. في بالمسرحيه في 7 اغاني كمان وفي عليهم كوريغرافي، الكوريغرافي للورا خباز لاول مره. حلو. هي بتعمل كوريغرافي. تحيه لها دائما. تحيه طبعا. عم بتمثل هلا، بنسمي الممثلين كلهم فردا فردا اللي هن صاروا عائلتي اكثر ما هن زملاء يعني حقيقه. كمان رح نحكي عنهم. بنعرف انك دقيق كثير بالعمل جورج، هل واجهت صعوبات بالتحضيرات؟ كيف كانت اجواء التحضيرات لهالعمل اللي مبين من العنوان انه مميز مثل دائما؟ ميرسي. اول شيء العمل صعب بدون شك، من اصعب الاعمال اللي انا عملتها اذا ما كان الاصعب، لانه في قلنا في كثير خلط دمج وفي كثير فانتازي، الفانتازيا اللي بقلب المسرحيه كثيره، لانه نحن براس كاتب بالنتيجه، كاتب بافلام عم ينتقم من طفولته بهالافلام. فبدون شك كان في صعوبه، وفي كمان مرور للوقت، يعني الزمن بيلعب كثير مع بقلب المسرحيه، بنشوفه لإله هو صغير، بنشوفه هو كبير، بعدين بنشوفه هلا بهذا العمر. فيعني فيها خلطه زمنيه المسرحيه حلوه. اذا بدي اختصر المسرحيه بجمله، في جمله بالمسرحيه بتقول ما فيك تكذب على الوقت، الوقت على الخالق بيمون والزمن كفيل يغربل مين ما كنت شو ما تكون. حلو. فمن هالمنطلق فايت قصه المسرحيه يعني. المسرحيه ما في شك انه رح تكون رائعه، وبلشت على المسرح ايضا وبلشت العروض. ليه في يمكن بالعنوان المسرحيه؟ ودائما عند جورج خباز بنلمس يمكن الفلسفه ام الامور العلم النفس، بتعالج الامور انت بطريقه كوميديه. أوكي. خفيفه، بس ولا ممكن نظهر المسرح الا ما نكون نحن اكتسبناها. اوكي.
اول شيء ميرسي على هذا الشيء، انه انا بنبسط لانه هلا المسرحيه فيها كثير فلسفه بدون شك، بس معالجه بشكل كثير كوميدي مثل بسيط جدا. يعني البعد الاول كل الاعمار بتحبه، كل الاعمار بتفهمه، كل المستويات الفكريه والثقافيه راح تنتمي للمسرحية. نعم. بس طبعاً إذا واحد حابب يعمق بيقدر يوصل لبعد مش فلسفي، بعد نفسي معين. هلأ اللي بيميز هالمسرحية عن غيرها أنه بتحكي عن العلاقة بالأهل بالأم وبالبي، وقديه بتأثر علينا بعدين بس نكبر. وبعتقد هذه بتطال كل الناس، لأنه كل الناس عندها أم وبي، وثلاث أرباع الناس عندها أولاد وهي ام او بي، فبيعني لها الموضوع، وراح تكون المسرحيه مرايه لاسئله ولجدليات هن بيطرحوها على حالهم. اولاد على كل حال الحالات الانسانيه متشابهه، بين ما في كثير فروقات بين انسان واخر. رح ارجع على نقطه الوقت، قد ايه ممكن الوقت يغير بالانسان؟ قد ايه انت متصالح مع الوقت؟ هل طرحت الموضوع لانك متصالح مع الوقت ولانه في خلاف مع هالموضوع؟ اذا بتشوفوا دعايه المسرحيه على طول دعاية أنيماسيون رسوم متحركة، عم بيحاول إنه يعمل أدابتاسيون مع عقرب الساعة، بس عقرب الساعة آخر شيء بيرجع بيسفقوا على راسه وبينزل من الكادر. فالوقت نحن بصراع دايم مع الوقت شئنا أم أبينا، وعلى طول هلا أنا شخصياً هي يمكن يعني هي يمكن لأنه بقلب المسرحية، يمكن تركها لقلب المسرحية لأنه في قصة في علاقة بينه وبين إذا بدك أهله، وقديش قادر يسامح اللي صار معه. فهذا بنتركه لليمكن بعدين. بس الوقت بالاخر هلا انا شخصيا تصالحت مع الوقت كثير، لدرجه انه اكتشفت انه نحن ما بنملك الا اللحظه اللي بنعيشها. الماضي ماضي والمستقبل مجهول، فخلينا ما تكون هاللحظه هي اسيره او على حساب تروح على حساب الماضي او المستقبل. خلينا نعيشها مثل ما هي، نلتز بطعمتها مثل ما هي، لانه ما بنملك غيرها. لانه دائما بنقول بعدين رح يكون احلى، لا هلا يلا ما عليه. فخلينا نعرف قيمه اللحظه اللي عم نعيشها. لا هي بفكر جوهر حياتنا، مسده دائما بالجوهر. بنعرف الكاست، اكيد رح نحكي عن الكاست المسرحيه يلي صاروا مثل ما حضرتك تفضلت مثل عائلتك، ولكن مين بعد ما وقف على مسرح جورج خباز وحابب يوقف على مسرح جورج خباز؟ اول شيء بتسمحي لي سمي الكاست يلي موجود معنا السنة. بدي وجه لهم تحية كلهم، لأنه عن جد تعبوا معي ورائعين كلهم، كل واحد بدوره. بكرة بتشوفوا المسرحية بتعرفوا قد ايه كل واحد عم يعمل مجهود كبير. أول شيء بدي بلش بالكبار، عمر مئاتي وبطرس فرح، يلي إلي الشرف كل سنة إنه نكون سوا معهم مسرح ناس مخضرمين حقيقة بنتعلم منهم كثير ومبسوطين بوجودهم معنا. في لورا خباز، جوزيف أصاف، غسان عطية، جوزيف سلامة، وسيم التوم، ناتاشا شوفاني لأول مرة عم توقف على خشبة المسرح بشكل عام مش بس معي، ومي سحاب إن شاء الله ما تكون ناسي حدا. طبعا في فرقة بنية اللي هي فرقة الاستعراضية اللي موجودين معي من أول سنة، من 12 سنة وهن معي. شو حلو، إجون خير. ذكرت إنه في غناء كتير على المسرح، يمكن أكثر من المسرح السابق. ليه؟ لا مش اكثر من المسرح السابق، بس في كوريغرافي اكثر من المسرح السابق، لانه هو طفولته عايش على الميوزيكال، على الافلام الغنائيه. وفي كثير قصص غنائيه بتمرق معه، عم يرجع يعيدها، عم يرجع يكررها بطريقته هو، لانه هو عم بيشوه القصص اللي بيعتبرها كانت بوقتها مثاليه وطلعت كذب. فعباله يرجع يشقلبهم، وهذا اللي بيصير بالمسرح. ما جاوبتني على سؤالي. تفضلي. قلت لك مين حابب يكون معك على المسرح بعد ما وقف قدام جورج خباز؟ انت. طب يا الله. طب ولا مره طلبت منك؟ تسمعي هذا الجواب؟ لا والله لا عن جد. حقيقه كتار يعني كتار، بس انا مع الشخص المناسب بالدور المناسب. يعني انا ولا مره حكيت مع ممثل كرمال نجوميته او كرمال اسمه، حقيقه على قدر ما حكيته كرمال شغله قديش قادر يكون يفيد الدور والدور يفيده، حتى يضيف له شيء له كممثل. ففي كتار عبالي يوم ما اشتغل معهم اذا لقيت الدور المناسب له. بدنا نحكي عن الاعمال المسرحيه اللي عم يشهدها لبنان من وقت للتاني، شو رايك فيها وعم تتابعها وشو عم تحضر؟ اكيد عم تابعها، واكيد في قصص بلا ما احضرها بعرف انها حلوه. مش قادر اشوفها كلها، كنت عم بتمرن سبب ظروف عم بعرض وهلا عم بعرض. بس شفت مسرحيه بتي توتا حبيتها، اكيد مسرحيه استاذ كميل سلامه رح تكون حلوه كثير بعد ما شفتها، مسرحيه عايده صبره كذلك الامر، مسرحيه ندى ابو فرحات، كلهم اعمال حلوه
وبينشاف في بنت الجبل يعني. هلا في بنت الجبل اكيد استاذ روميو لحوت شدتنا مجروحه فيه بس ما قدرت تشوفها للاسف بسبب التمارين، فبتمنى لهم كلهم التوفيق. وانا كثير مبسوط حقيقه بهالعجله المسرحيه لانه هالحركه اول شيء بتعيد ثقه الناس بالمسرح، بترجع بترمم هذا الجسر، هالعلاقه بين الناس والمسرح، خاصه المسرح الشعبي اللي نحن بامس الحاجه له بهالايام. هو صوره لمجتمعنا. صحيح. لما بيكون مزدهر نحن بنكون بالف خير. صحيح صحيح. يعني وكمان بنفس الوقت جورج، انت مش بس بالمسرح عم بتمس فينا، كمان بالسينما، وصارت خلص لعبتك الذكيه وعندك هيك فخر دائما بفلومتك يلي بتقدمهم، ان كان غادي ان كان وينون ويلي اخذوا اكثر تقريبا من 25 جائزه واشتركوا باكثر من 40 مهرجان. خبرنا شوي عن علاقة جورج بالسينما، لأنه حسستك صار فيه بلش الغرام بينك وبينه. لا أنا من زمان الغرام، غرام قديم كتير من أنا وصغير يعني. وحقيقة بحب السينما كتير، وكان عبالي أعمل سينما بس كان عبالي أعملها بأصولها. مش هينة يعني، عم نحكي سينما نحن. بشروطها أنه تعرفي نحن عنا نوعين من السينما، يا سينما شعبية وما بتطلع من إطار الشعبوية، ما بتروح مهرجانات، أو سينما بسموها نخبوية بتروح فقط على المهرجانات بس ما بتنجح شعبيا. أنا جربت حقق المعادلتين بالفيلم الواحد أو بالقطعة الوحدة. فغادي فيلم حقق نجاح كتير كبير جماهيريا بالصلاة، جايب حوالي 85,000 أنتريا اللي هو رقم نسبيا عالي بلبنان. بنفس الوقت راح لفوق ال 25 مهرجان، صار اخذ 9 جوائز عالميه واربع او خمس جوائز محليه، يلي هو شيء انا مبسوط فيه كثير، لانه هالمعادله هي معادله الفيلم يلي يحبوه كل الناس بكافه اختلافاتهم الفكريه والثقافيه والعمريه. هذا بالنسبه لي حلم وعم جرب حققه من خلال، مش بس انا عملتها بالمسرح حتى، وهلا عم جرب انقل هذا الحلم للسينما. اكيد بالسينما في ناس معك لهم دور كثير اساسي، المنتج والمخرج، بوجه لهم تحيه، كان جابرييل شمعون ولا امين درة المخرج المبدع يلي عملنا سوا غدي، وان شاء الله قريبا رح بيكون في مشاريع جديده. بدنا نحكي شوي عن المسلسلات، عن الدراما، عن غيابك جورج. ليه هالغياب؟ حيا بس فت هلا على استوديو هيك حنيت غصيت عن جد حنيت وغصيت، لان هذا استوديو هون صورنا كل المسلسلات اللي انبسطنا بالشغل فيها واللي الناس انبسطوا فيها، بذكر منهم عبدو عبدو او ساعه بالاذاعه او كل هالمسلسلات اللي اخذت ضجه كبيره. انا كثير بحب التلفزيون، ما بنكر فضله علي، لانه بحكيكي صراحه كل نجاحي بالمسرح او بالسينما هو سبب نجاحي الاصلي بالتلفزيون، بس مش عبالي ارجع على التلفزيون الا بشيء بليق بعوده هذا اللقاء، ان كان على صعيد نص او على صعيد على كل الاصعده. وهذا شيء بده تفرغ يعني تكتب يعني عبدو انا بتذكر 50 حلقه كتبتهم، قفلت على حالي الباب تقريبا شبه سنه وكتبت هودي ال 50 حلقه، كنت متفرغ تماما لهذا المسلسل اللي بعده لهلا كل ما انعرض بياخذ ضجه كبيره. فهلا انا مش قادر اتفرغ هذا التفرغ بنفس الوقت وبنفس الحجم مثل ما بيقولوا، لا فكريا ولا وقتيا. بس بوعدك وبوعد الناس عبر برنامجكم انه ان شاء الله قريبا رح بيصير في عوده للتلفزيون. حلو. ببرنامج انا بيرضي طموح رجعتي يعني. وكانه بنفهم من حديثك انه العمل يلي بدك تشارك فيه لازم يكون من كتابتك. مش بس هيك، مش هيك، مش بالضروره، مش بس هيك. أنا حتى ما ننفهم غلط، يا ريت انا ناطر، يا ريت بينعرض علي نص أو بيوفر علي وقت، بيوفر علي كل هذه المشقات. ما عم يعجبك نصوص؟ شو المشكلة؟ لا مش عم يعجبني النصوص، يعني عبالي أنا ضيف كمان، على ضيف كممثل، ضيف على الدور والدور يضيف لي. مش عم يعجبني النصوص، لا النصوص بجننوا، بس يمكن أنا ما بقدر كون فيهم، عرفتي؟ فكمان في عدة مقومات لتقبل أن يكوني بمسلسل يعني. وأوقات بنغلط وبنفوت يعني بمسلسلات ما بنكون مدركين كل الشروط التانية. يعني بالنهاية نحن اشتقنا لك، إن كان على الشاشة الكبيرة على الشاشة الصغيرة أما على المسرح، ولا على المسرح دائما نحن موجودين كمان مشان نحضر مسرحيات جورج خباز. بدي أقول شغلة، حضرت الفيلم، بدي أحكي، بدي أرجع على الفيلم، حضرته للفيلم. شو عم بكتب هلا؟ عم بكتب بي يعني بعد عندي اخر درافت مثل ما بيقولوا يعني النسخ الاخيره الكاست الله رد بيخلص بشباط الكتابه. الكاست بعدنا عم نشتغل على بشتغل على النص ان شاء الله مع نفس المنتج مع نفس المخرج الله رد. نعم. نعم
وان شاء الله عندي كذا مشروع انا، بس هذا المشروع الاولي يعني، هذا المشروع هلا اللي على النار سينمائيا. وبس بدي ارجع للمسرحيه تما انسى. لا، في اسمين كثير بحب انه اذكرهم. اول اسم هو الموزع الموسيقي للموسيقى، هو شارل شليلا اللي بسجل عنده الموسيقى بالاستوديو، وفي كمان توني كرم يلي بيعمل الديكور. وبدي اشكر كل عائلتي اللي بتوقف حدي، ان كان بي كمدير انتاج او اختي لارا كمسؤوله عن الكوستيم ومسؤوله عن كثير قصص ثانيه، خيي نيكولا يلي هو حدي على طول، واختي لورا يلي هي معنا بالمسرحيه كممثله وكمساعده مخرج ككوريغراف. فانا كثير محظوظ انه عندي عائله مثلهم حيطتني على طول، وان شاء الله انا اقدر اوقف حدهم بالقصص اللي هن بيعوزوها مني على قد ما هن عم يوقفوا حد. انا عن جد بس تشوفوا اهله لعفاف على اهله لجورج كيف بيكونوا موجودين، كيف عم بيطلعوا فيه بغرام بشغف. بعتقد هذا هو، مش بعتقد، اكيد هذا لانه سر النجاح، هذا التضامن والمشاركه هي اللي بتعطي هالدفع والقوه والنجاح. بما انه عم نحكي عن العائله، بدنا نحكي شوي، نحن وصلنا قربنا لعيد الميلاد، خبرنا شوي جورج كيف كنت تقضي عيد الميلاد مع عائلتك كطفل، وكيف بعدك لهلا بتحافظ على هذه التقاليد تتعيشها بعيد الميلاد؟ ما فيها تطلع منك تلقائيا يعني، ربيانين على هذه التقاليد نحن. وحقيقه الميلاد بوعي الطفل اللي فيكي على طول يعني، بترجعي عن جديد بتنبسطي بالهدايا، بتنبسطي باللحظه، بتنبسطي بهذه الاجواء. اكيد واحد كل ما كبر كل ما نضج بصير يعرف معنى العيد اكثر وجوهر العيد اكثر. واول عنوان هو بتعرفي المسيح اجى ليعطينا درس كثير مهم اسمه المحبه. صحيح. اول عنوان بالمحبه، تعرف المحبه بتضمن كثير قصص، التسامح والتضحيه والرجاء والكل شيء والمشاركه، بس اول درس اعطينا اياه هو التواضع. صحيح. انه ما فيك تعملي كل هوديك بلا تواضع، فخلق بمغار لحتى يعطينا هذا الدرس. فانا هلا عم فتش اكثر على معنى العيد، ومعنى العيد عم جرب عيشه سلوكيا يعني، على قد ما بقدر. بضل عنا نحن اخطائنا وعن جهيتنا ومشاكلنا الترابيه مثل ما بيقولوا، بس بنجرب قد ما فينا يعني. يعني نفسيتك الحلوه اصلا هي اللي بتعكس على العالم كله. عن جد ما عم بمزح، ويعني البسمه اللي بتحطها على وجوهنا والفرحه، وايضا بتعطينا مضمون كثير قوي، ان كان نفسي ان كان فلسفه. نتشكرك جورج خباز، نحن فخورين انه عندنا فنان كثير كبير بلبنان مثلك. ثانك يو لك جورج، وينعاد عليك يا رب. أنا بس بدي أضيف إنه من نحن وصغار بالمدرسة نستمتع بأعماله لجورج. عم تكبريني منيح. بس بدي أقول المسرحية كل أربع خميس جمعة سبت أحد على مسرح شاتو تريانو، الحجز 0472224503249482. ناطرين كل الناس يشوفوا مسرحية مميزة حتى عن إخواته. حلو، يعني كلنا أصلاً رح نكون موجودين، وبتعرف نحن ما بنقفلك ولا مسرحية جورج. ثانك يو لك جورج خباز.